اسمع مالاي صوت الجهاد. دونك معناها الانتخابات الموعد الجديد للانتخابات البلدية لن يكون يوم 6 مايو للمواطنين، يوم 29 أفريل الأمنيين والعسكريين، فتح باب التسجيل بداية من اليوم يمتد إلى حين 6 مايو. 15 فيفري هو يوم تقديم الترشحات، الحملة تنطلق يوم 14 أفريل، ويوم الصمت الانتخابي يوم 5 مايو. وما هوش باش يكون الانتخاب للتاريخ هذايا، ما هوش باش يكون سبب في أزمة داخلية إضافية للهيئة. لا بالعكس، احنا حتى المسار هذا بتاع التمديد هذا مش باش يأثر على المسار اللي بديناه في التسجيل وفي الانتدابات وفي الصفقات والأمور كلها ماشية، معناها ما مش باش يأثر بكل